السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في اللقاء الفات كيف عملنا أو جبنا المجسمات هذه تبعتنا اللي هو مجسم البيت ومجسم الشمعة، وكيف ضفناهم على اليونيتي وعملنا المشهد هذا. ضايل نشوف الإضاءة تبعتنا كيف نعمل، بس أنا هان حاسس إنه البيت فيه إشكالية في الخامات تبعته. خليني بس أشيك على الخامات. لو رحنا على ماتيريال روم، في خامة هان اسمها روم اللي هي الخامة الأساسية. راح أشيل منها خاصية الميتاليك، يبدو إنه الحيطان على معدني شوية، فهيك صارت بتهيألي المشهد أنعم، يعني منطقي أكتر. أنا راح أختار زاوية معينة للكاميرا وأبلش ألعب في أضيف إضاءات تبعتي عشان أجيب بدي أعاير المشهد تبعي هان. فراح أجيب الكاميرا مين كاميرا وأبلش شوف وين الكاميرا تبعتي رايحة أزبطها. تعال أنت عايزك هنا تقريبا، عايزك هنا هيك هيك، وبدي اعمل دوران. هي الزر الكنترول داعس عليه عشان يعمل لي، يلا يلا يا دوران. بيمشي الجهاز احيانا بيعلق. طيب خلينا اوقف يشتغل عود، او بس الدوران مش راضي يشتغل. اوكي اجرب مرة تانية. طيب مضطر اعملها دوران من الزاوية هذه، معناته 90 درجة. مش عارف ليش الدوران مش راضي يشتغل معي، وأضيفه هان مع إن أنا عايز الدوران تبعي. أدخل جوا الغرفة تبعتي شوية، أطلع لفوق شوية صغيرة وأعمل له دوران على محور الإكس. شوف اشتغل، أول اشتغل معي. أوكي حرف الأف. طبعا انا بعاير منها، لكن هاي الزاوية تبعتي. مش عارف الجهاز شوية معلق في الحركة تبعت الكاميرا. يعوض الله هداه. ايوه حاجة زي هيك. انا الان ضبطت الزاوية تبعت المشهد تبعي، الان بدي اضيف الاضاءات عليها واشوف انا ايش ممكن اسوي او ايش ممكن يصير معي بالنسبة للاضاءة. اول حاجة عشان اعمل اضاءة بدي اعمل اضاءة الشمس اللي هي اوريدي موجودة عندي، دايركشنال لايت. اي مشهد عندي في اليونيتي بيجي معه اضاءة الدايركشنال لايت. الدايركشنال لايت هذه مكانها بفرقش معي، كل اللي بفرق معي ايش؟ اتجاهها. خليني اجي هان. كل اللي بفرق معي الدوران تبعي تبعها كنترول زد. اللي بدي اياه انا بدي احس انه الاضاءة هذه داخلة من الشباك اللي عندي، فبدي احس انه الزاوية ممكن تبقى جيدة وداخلة من الشباك تهيأ كويسة. طبعا انا ممكن ازيحها من الشباك بس احساس عشان اشوف انها جاية الاتجاه صح ولا غلط، اما المكان تبعها ملوش اي علاقة عندي. الآن هاي الإضاءة تبعتي، أشوف الإعدادات تبعتها intensity شدة الإضاءة. في مبين إنها بلش يصير في عندي شمس، لكن الإضاءة مش موزعة صح كتير. خليني أشوف. بعملها دوران عشان أشوف الزاوية تبعتها صح. بديها تخش من الشباك بهيك شكل. أيوة بلش يبين إنه في على الأرضية في عندي إضاءة. طيب خليني أمدها بالزيادة شوية تيجي زي هيك عشان تبين بس على الأرضية تبعتي. أوكي الإضاءة بدها تبقى شوية على صفار، فأنا هي خليت عشان تحس إنه إضاءة شمس، عشان تعطيني إحساس إنه الإضاءة اللي عندي هي عبارة عن إضاءة شمس. الإضاءة تبعتي ميكست هان محطوطة، يعني راح تشتغل على المجسمات الاستاتيك او راح تشتغل على انها بيكت، وراح تشتغل على انها ريال على المجسمات العادي. على العموم راح نشوف هذه التفاصيل تبعتها اللي قلت لك قدامي شويه. ايش بدي اضيف كمان اضاءه؟ بدي احس او يعطي احساس انه الشباك اللي عندي هذا ذات نفسه طالع منه ضوء او مضيء، فراح استعين بالاريا لايت. راح احط على الشباك هذا اريا لايت عشان احس انه اعطيني احساس انه هو ذات نفسه مضيء. هو داخل منه الضوء على الارض وهي مبين، لكن ذات نفسه هو مش مبين انه هو ضاوي. فراح اجي هنا كرييت لايت
area light. في الاريا لايت اول ما تضيفه بقول لك دير بالك الاريا لايت هذه بيكت اونلي، ما بتشتغلش في الريال تايم، يعني ما بينفعش انه الاضاءه هذه انه تبقى بتتحرك او تتفاعل مع الاجسام بتتحرك، هذه اضاءه بتنحط وبتنحفز في صوره وبتضلها ثابته. الان انا اجي احطها فيها حيز تحت، شايفينه احنا هنا الحيز اللي تحتها هذا بيشير على اتجاه الاضاءه تبعتي، فانا راح اخليها اتجاهها باتجاه الشباك تبعي. انا داعس زر كنترول ويا رب ما تغلبنا، يا ان شاء الله مش مغلبانه الاضاءه تبعتي. حاول احطها في المكان تبعها الصح. طيب خلينا نروح على الشيدنج هنا عشان اشوف صح، هو برضه الشيدنج مش كويس كتير، لكن هاي الشباك تبعي تقريبا. خلينا ازيح هذه هيك وازيح الاضاءه تبعتي هيك، اطلعها شويه لفوق. الآن أشوف من التوب مكانها، الأصل هي الشباك تبعي جنب الشباك. الآن أرجع للوضعية الطبيعية تبعتي وأشوف أو أدخل على المشهد وأشوف صح الأمور ولا لا. هي الضوء تبعي قديش مقرب قديش باعد، يبدو شوية ازاحة هيك، اظبط مكانه يعني. حرف الاف، الاف طلعني برا بعيد بعيد. طيب هاي الاضاءة اللي عندي، هذه الاضاءة ايش مالها؟ بيكت اونلي. اي اضاءة بدها تتخزن في ملف لازم تتفاعل مع اجسام تبقى الخاصية تبعتهم هنا ستاتيك، تبقى الخاصية تبعتها ستاتيك. يعني البيت تبعي الموديل راح اخليه ستاتيك. بقول له هو والاولاد تبعه، بقول له في له تشايلد هذا في البيت كانسل، بقول البيت هان في له اولاد، بقول له هو واولاده كلهم خلوا لي اياهم ايش مالهم ستاتيك، يس تشايلد تشينج. اوكي الان صاروا ستاتيك، فيش مشاكل، الاصل ان الاضاءه تبقى جيده، لكن يمكن المشكله ان بدي اعمل شده الاضاءه الرينج الانتنسيتي، اعلي شده الاضاءه بزياده، اعليها ليه؟ عشان اشوفها واضحه بعدين ببلش اعدل عليها. هي عليت شده الاضاءه، لو طلعت تحت هنا بلش بده يعملها رندر ويخزنها وبلش في عندي هنا تبين الاضاءه تبعتي. طيب واو المشهد انحرق، خليني اخفض الاضاءه واشوف. يعني بيعمل هنا بيكت. عشان اظبط اعدادات الاضاءه والملف اللي بده يتخزن عليه الضوء تبعي هنا، راح اروح انا عندي على ويندوز ريندرنج لايتنج سيتنجز وامسك النافذه اللي بتطلع هنا واحطها هنا من باب الترتيب. هي انحطت لي هنا في ال، انا بدي اشتغل على البيكت، يعني راح اختار الميكست هذه ريال تايم مبدئيا، راح اشتغل عليها اسيبها بعدين في الاخير راح احط فيها مش راح تعني لي. لكن في الاعدادات تبعت البيكت، اعدادات الملف اللي بده يخزن عليه الصوره، بدي هام بدي اقول له انلايتن، وهنا جوده الصوره، هنا بده يخزن الاضاءه على صوره 1024 في 1024، وهذا رقم كبير علي مبدئيا نضله، لانه راح ياخذ وقت هنا عندي. فانا عشان اتغلب على الموضوع هذا بروح بقول له اسمع خليها 256 في 256، وبعدين في النهايه لما اخلص المشهد تبعي برجع لل 1024. ليش انا خفضت الرقم هذا؟ عشان اقلل وقت المعالجه اللي راح يصير هنا، والا كل مره بدي استنى 10 دقائق قبل ما يبلش يخلص لي من معالجه الاضاءه اللي عندي. حتى هنا حاطط 1024 ولسه يعني ماخذ وقت. على العموم انا راح اوقف شويه واعاود ارجع لما اخلص سلندر. طبعا القيم هذا راح اعدل عليها على حسب الضوء، الاقي عالي واطي ايش يصير معي. هاي طلعت الاضاءه عاليه. الان ارجع على شقه الخصائص الاضاءه تبعتي، واضح ان الاضاءه عاليه، انا راح اخليها مثلا 10 واشوف ايش راح يطلع معي 10. اذا كل مره بده يخزن البيانات تبعته بده يخزنها في صوره ويعمل ريندر عندي على الشغل تبعي. الان صارت هذه ضاويه مبينه، هالمشهد عندي ضاوي بس برضه 10 كتير، هي 5 ومن اول وجديد بيعاود يشتغل الشغل تبعه.
هيك صارت مبينة هاي الضاوية، وهاي المشهد مبين ضاوي ومبين انه داخل منه اضاءة، فالامور طيبة. الان السؤال تبعي اللي كان يشتغلوا هان، وين الصورة حطها؟ حطها في اللايتين، هي اعدادات خصائص الاضاءة كلها على المشهد تبعي او على السين تبعي، في هان بيكت لايت يعني الاضاءة اللي مخزنة في ملف، هيها هدول كلهم هو انشأهم توا اللي مرتبطات بالبيت. طيب هذا كل واحدة عبارة عن 256 في 256، هي حطت لي 256 في 200، فهدول الصور راح يستعين فيهم. كيف الفكرة تبعته؟ قال لك أنا بجيب الخامة تبعت البيت هذه وبحطها هنا، وبجيب الصورة تبعته وبركبها فوق الخامة بحيث إنه يبقى هنا مبين إنه هو ضاوي، بيعمل صورة له زيادة وبركب الصورتين على بعض بمعرفته. أوكي، هاي عملنا أول شغلة، بتهيألي لسه الإضاءة شوية عالية، حس الإضاءة شوية عالية، بلاش 5، خليها مثلا 3، راح يعاود يعمل نفس الكلام. الآن لو أنا بديش يضلوا يعمل رندر، بنفع أوقفه أعمل كل شغلي بعدين أعاود أقول له ارجع رندر للشغل، عشان أعمل الكلام هذا ممكن أروح على خاصية لايتنج سين هنا واوتو جنريت هذا، بقول له تلقائيا اعمل جنريت للصور اللي هان والصور اللي هان. الان لو انا جبت الصح انا خلص بصير انا اعدل اللي بدي اياه، وهذا نايم على حاله ما بيعملش جنريشن للصور، ما بيولدش صور، لكن انا مش راح اشوف النتائج، عمليه مش راح اشوف النتائج، فانا في الغالب بحط اوتو جنريت. يعني لو انت لاحظت انه هان ما فيش اي بروجرس عندك، بكون في الغالب او ممكن من الممكن ان يبقى الاوتو جنريت انت مش حاط عليها صح، هي باي ديفولت تبقى محطوط عليها صح. اوكي، احنا اضفنا الاضاءه اللي هنا، ضايل المشهد برضه معتم شويه، راح اضيف اعطي احساس انه في اضاءه جايه عندي من الباب هذا، من الباب هنا، من الباب هذا، فراح اجيب اضاءه متوازيه، بنفع انسخ هذه واحطها قدام الباب هذا واخليها تطلع علي هنا. يعني اجيب الاريا لايت هذه كنترول دي، اسحب شويه لورا، خليها تطلع علي، اعملها دوران يعني زر كنترول ولف لف لف لو سمحت تطلع علي تقريبا زي هيك دوران تبعها، نعم تالي هيك هو. على العموم راح ارجعه عندي الباب، خليني انا اخذ لي زاوية كويسة عاد، اجي زي هيك مثلا خليها 2D، اقول له بالله لو سمحت عندي الباب زي هيك، كنترول زد. طيب هي عند الباب تقريبا، اتاكد من التوب ايش وضعها، شيدنج عشان اشوف بدي اطلعها شويه من الباب برا، تقريبا زي هيك. وينك يا باب؟ طيب والاضاءه وين جايه علي؟ تلقائيا قاعد ايش بيسوي؟ بيعمل جنريشن للضوء، بيعمل جنريشن الضوء هذا بده يضوي لي المشهد، يعني المفروض الاقي انه المشهد اللي هنا بلش يضوي مع المشهد اللي عندي هان ضوى. خلينا اشوف لما يخلص، مش حاسس انه في اضاءة، المشهد مش حاسس انه ضوى، فراح ازيد شدة الاضاءة على الاريا لايت تبعتي، فراح اروح على خاصية انتنسيتي، خليني احط مثلا بحب احط ارقام كبيرة بعدين انزل، هي 30 واشوف راح يعمل جنريشن، راح اضل استنى، عشان هيك انا قللت الرقم توا، خليت الصورة عبارة عن 256 256 بدل ما اخليها 1024 في 1024، لانه لو خليت 1024 راح يقعد حوالي 10 دقائق يعمل لي رندر لها على كل مرة. المشهد ضوى بس ايش ماله؟ ضوى كتير بطريقة مش لذيذة، فانا راح احط مثلا خلينا احط النص هي 15 واجرب. الاريا لايت هاد ما فيش فيها خاص امكانية الا انه تبقى بيكت، كاتب لك اريا لايت بيكت اونلي، يعني هذا الصور النوع الاضاءة ما بينفعش يتعامل مع اليونيتي الا انه يبقى مخزن في ملف، ما بينفعش يبقى عن جد، الاضاءة هذه ما بينفعش تتحرك في اللعبة تبعتي. ليش الكلام هذا؟ قال لك هي هذه النوع الاضاءه هذه تقيله على الجهاز، طبيعه الحال تقيله على الجهاز. على العموم راح اكتفي ب 15 كويسه، اخليها برضو على على صفاري شويه الاضاءه، اعطيها شويه صفره، و بدي اعمل شغله ثانيه.
الان راح اسيبه يشتغل بمعرفته، راح اخلي يبين هنا انه في هنا اضاءه ضوء المشهد، بدي اخلي الحيطه اللي وراه مبينه ضاويه عشان اللي بتطلع على المشهد تبعي يشعر انه الاضاءه جايه اصلا من الغرفه اللي الثانيه وداخله عليه، من الغرفه اللي ورا وداخله على المشهد تبعي. راح اعمل كنترول دي واعمل صوره انسخ هذه هيك على الشقه الثانيه، بس بدي اعملها دوران، خليها تضوي الحيطه، خليها تطلع الاضاءه على الحيطه تبعتي. هذه الكنترول، ايوه شوف هيك، لا تقريبا هيك، وامسك الضوء تبعي هذا او وقرب لي اياه على الحيطه وكبر لي اياه. ممكن اروح على ال 2D، هي واير فريم هي 2D، واشوف الاضاءه تبعتي ماشي واضحه جايه على الباب، بس في منطقه تيالي طالعه برا الحيطه يعني، خليها تيجي على المنطقه هذه من التوب، بلاش تبقى برا الباب. لا اي هان، بس بدي اياها تقرب على الحيطه شوي عشان يبين، خليها تعرض، بدي اروح اعرضها شوي صغيره كمان. اوكي بس تقرب على الباب، كنترول زد اسحب هذه هيك وخلص. الان اعود ارجع للوضع الطبيعي تبعي وروح على بدي اكبرها شوي منها. الان راح استنى لما يعمل بيكت واشوف ايش راح يصير عندي. هنا اضاءة عالية اضاءة واطية، المنطقة هذه المفروض تضوي معي، يعني يبين انه هي فيها فضاء، فيها جاي عليها انارة. خلينا استنى اشوف ايش بيسوي في البيك تبعي. ضوت، بس ايش مالها محروقة كتير الاضاءة عالية. راح اروح مثلا احط 7، احط نص القيمة ويخليه يجرب كمان مرة. فهذا بياخد وقت، الاريا لايت بالذات بتاخد وقت في الشغل. كويسة مبين هذه الضاوية حلوة يعني، بس راح اخليها 4 تقريبا. لا 4 قليل يعني، ضوي الحيطان بس لا لسه. اجرب 5. ونستنى ونشوف النتائج. كويس 5 كويس، يعني مبين انه هذه المنطقة جاي عليها فضاء، وطبيعي يبقى جاي منها إضاءة جاية على المشهد تبعي. الآن راح أعمل شغلة تانية برضو، الحيطان اللي هنا نفس الفكرة، زي ما هذه الحيطة ضاوية بدي أخلي الحيطان هذولا، الحيطان اللي هنا اللون الأخضر هذا من الحيطة ضاوي، فراح أعمل آخذ نفس الكلام، آخذ نسخة من نفس الضوء تبعي هذا، هي كنترول دي الإكس، تعال اطلع لي برا بالله لو سمحت شوية صغيرة. خلينا نروح على ال 2D، اروح على هيك واروح ازغر النقاط تبعتي بحيث تبقى على المنطقة هذه. حاجة زي هيك. الان راح استنى انا اشوف لما يرندر اشوف ايش راح يصير عندي على الحيطة هذه. اذا الامور طيبة خلاص كويس. انا يمكن ما رجعتهاش، اشوف من التوب وين حطيتها، وين محطوطه الواير فريم في التوب. لا ولا لا كويس، انا مرجعها هي جاي على الحيطه. اقربها شوي صغيره برضو واستنى اشوف كمان مره راح يرندر عندي. هاي
هي مشكلة الاريا لايت، بتاخد وقت لكن هي في النهاية بتعطي إضاءة جميلة ظريفة موزعة بطريقة صحيحة. لا عتمت شوية، أبعدها، كانت في الأول عجباني أكتر، وخليها بدل 5، والله خليها 5. أوكي راح أسيب الإضاءة زي ما هي. هذه نفس الإضاءة اللي عندي، هي كنترول، هي أنا نفس الكلام راح أعملها كنترول دي، أعملها كمان إضاءة تانية وأحطها على الحيطة هذه اللي هي هي الحيطة تبعتي، هنا أحطها على الحيطة هذه، راح أعمل كنترول دي، هي الإضاءة تبعتي الجديدة، أعملها دوران. يلا 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 كنترول زد، أنا عايز ضاغط على زر كنترول. أيوة، وتعالي بالله نحطي لي في المنطقة هذه هيك شكل. الآن لو سبت يرندر راح ألاحظ إنه هذه كمان عندي راح تضوء. ضايل أحط إضاءة أخيرة بخصوص الأريا لايت، إضاءة تيجي من ورا الكاميرا بحيث إنه تضوي المشهد بطريقة أفضل، أو طريقة يعني لسه المشهد لا يزال معتم. هي هذه ضوت هيك كويس، بس خليني أقرب يعني أخفف الإضاءة شوي، حسسها شوية الإضاءة، والله أوكي خليها زي ما هي. هاي الإضاءة هان ضاوية، هان الحيطان ضاويين، فيش مشاكل. إذا أحط إضاءة خلفية راح أمسك أني ضو، هذا الضوء تبعي كويس، هذا هذا الضوء، راح أمسك هذا الضوء كنترول دي وأحطه ورا الكاميرا، هاي الكاميرا تبعتي ورا الكاميرا أشوفه من هنا. أوكي هذا الهدف منه يضوي لي الغرفة كلها، هذا كأنه في فضاء جاي من ورا الكاميرا وضوي لي الغرفة تبعتي. أشوف بس شدة الإضاءة مناسبة ولا مش مناسبة، إيش قصتها يعني، فمضطر أنا كل مرة أستنى يرندر لي المشهد تبعي ويضيف لي. ضوى المشهد يعني، بس خلينا انا اقوي الاضاءة كمان حبتين، يعني 5 خليتها 7، وبدي اعاود اعيد الشغل من اول وجديد. الان اللي بدي اعمله في الفيديو الجاي ان شاء الله، بدنا نضيف إضاءة تعطينا يعني إحساس إنه فيش عندنا شمعة هنا، والشمعة يعني عاملة إضاءة في المنطقة اللي حواليها. خلينا نشوف. خلاص أنا راح أقبل الإضاءة اللي هيك عندي، صار في عندي إضاءة جسم مضوي، وهي في عندي ضوء الشمس، وفي عندي بين في هان في فضاء، وهنا كأنه ضاوي المنطقة الخشنة منها الشمس. يعني الأمور إن شاء الله طيبة. في اللقاء الجاي إن شاء الله راح نكمل إضاءة الشمس ونشوف السبوت لايت. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.